جامعة الدمام عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مادة النظام الاجتماعي في الإسلام. معكم الدكتور صالح بن سليمان الضلعان. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه المحاضرة محاضرة خير وبركة، وأن ينفعنا بها، وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا، ونسأله عز وجل يوفقنا لكل خير. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن المشكلات الاجتماعية وكيفية علاجها، والمشكلات الاجتماعية تطرقنا لها وذكرنا أن هناك عدة مشكلات اجتماعية، وناقشنا كيفية علاجها في طريق الإسلام، وذكرنا أن المشكلة الأولى التي يعني يعاني منها المجتمع والمجتمعات الإسلامية انحراف بعض الشباب، وذكرنا أن الأخطر من هذا الانحراف، هناك انحراف فكري وانحراف سلوكي، وقلنا الأخطر منهم هو الانحراف الفكري، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى المشكلة الثانية، وهي انتشار وسائل الإعلام المضللة، وتحدثنا وأسهبنا بذلك، وتحدثنا وقلنا أن تأثير وسائل الإعلام على المجتمع كبير جدا، وذكرنا بعض الإحصائيات التي وردت وخطرها وعدم نفعها على المجتمع، وأن الغالبية من العينات التي أخذت من المجتمعات لمسوا أن هناك ضرر التلفزيون أو ضرر الآن الفضائيات أكثر من نفعها. لذلك يعني الانحراف السلوكي والانحراف الفكري كبير جدا، لهذا لا يسع الإنسان أمام هذه المشكلة العويصة إلا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وأيضا تنظيم الأوقات وعدم هدر الأوقات في مشاهدة الأشياء الغير طيبة، وألا مبالاة في الوقت، ألا نبالي، الكثير لا يبالي في وقته، هل هو نافع هذا الوقت الذي يقضيه في مشاهدة هذه المسلسلات أو غير نافع، لا يعلم المسلم أو المسلمة لا يعني أو يتناسى أن هناك حساب وعقاب، وأنه سيسأل الشاب عما بذله في هذا الوقت، هل هو كان نافع له أو ضار. ثم تحدثنا عن المشكلة الثالثة، وهي ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام، وعالجنا هذه الأمور، ونحن ذكرنا يعني في علاج لهذه المشكلات الثلاث أنه نحصن شبابنا بالثقافة الإسلامية الواعية عن طريق القراءة، عن طريق سؤال أهل العلم، عن طريق ربطهم بالبرامج الإعلامية النافعة، عن ربطهم بالمساجد، تعريفهم بالأحكام الشرعية. الله عز وجل يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيضا نذكر بعض القصص و النماذج والمواقف التاريخية لرجالنا وشبابنا ونسائنا، هم موضع القدوة الصالحة، لأن الآن المجتمع يعاني معاناة كبيرة جدا من غياب القدوة. القدوة في المجتمعات قلت وضعفت، ولذلك على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تثبيت الفؤاد بذكر هذه القصص والنماذج النافعة. المجتمع بحاجة إلى إبراز هذه القدوات، وقد قيل أن الحكايات هي جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أولياءه، يثبت الله قلوب أوليائه، وهذه مصداق لقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نحث شبابنا وفتياتنا على الزواج المبكر،
عدم التهاون مع النساء المتبرجات، المنع الخلوة والمحادثات الفاتنة، وهذا يا أخوان لابد وضع من سياج شديد. ولذلك الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيضا إذا وضعنا هذه الخطوات العملية ولم نتبع الشيطان الرجيم الذين لا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ننزل العقوبات الشرعية بالذين لم يعملوا بهذه الأمور فيكون لهم العقوبة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هناك مشكلة رابعة تحدثنا وتطرقنا إليها، وهي مشكلة فشو الفواحش الأخلاقية كالزنا واللواط والقذف والاختلاط. يعني هذه الفواحش، يعني تطرقنا إلى أن هذه الفواحش تدمر المجتمع وتجعل المجتمع يعيش معاناة نفسية، ويعيش الشاب أو الشابة من المعاناة الشديدة. نعم فيها هذه فيها أمراض شديدة، منها ذكرنا السيلان، الزهري، الإيدز، أيضا يفسد نظام البيت ويقطع العلاقات بين الأفراد والمجتمع، وأيضا فيه يعرض الأولاد لسوء التربية والتشرد. ولذلك الزنا وإن كان أشبع رغبات الجنسية إلا أنه لا يشبع رغباته الروحية. لهذا على المسلم أن يتق الله عز وجل، أن يتق الله عز وجل في ذلك ويجتنب هذه الأمور. ولذلك الحكمة من تحريم الزنا أنه يسبب أمراضا فتاكة ويفسد نظام البيت، وأيضا يكون سببا في العزوف عن الزواج الشرعي، وهو عملية حيوانية مؤقتة. ذلك الله عز وجل حرم الزنا ولا تقربوا الزنا، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أيضا يجب علينا أن إذا تطرقنا إلى الزنا أن نتطرق إلى أمر آخر حرمه العلماء والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على تحريمه، وهو اتيان الذكر في دبر، وهو فعلة قذرة وانحراف عن الفطرة وشذوذ في السلوك ومن أبشع المنكرات وأخطرها على الإنسانية من جميع الجوانب. لهذا اللواط هو محرم، ولهذا الله عز وجل قال ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فعلة قذرة وانحراف، نسأل الله يهديهم ويهدي شباب المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، والأمة أجمعت على تحريمه، فهو يفسد الدين ويفسد الخلق وكذلك يفسد الدنيا والحياة نفسها. ولهذا كان عقابها يعني مرتكبيها مناسبا لبشاعة فعلهم، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقتل الفاعل والمفعول به، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول لأنه أفسد فطرته. من الأخطار والأضرار المترتبة على هذا الفعل غضب الله عز وجل ثم غضب الناس وازدرائهم، أيضا يسبب العجز ويسبب انصراف الرجل عن المرأة وتتعطل وظيفة الزواج وإنجاب الأولاد، ويسبب لفاعلها أمراضا فتاكة منها الإيدز وتمزق المستقيم، وهو لوثة أخلاقية ومرض نفسي وفساد للطباع. أسأل الله عز وجل يقينا ويقي أولادنا وبناتنا هذه الأمراض وهذه الأوبئة وهذه القاذورات. أيضا
إذا تحدثنا عن الزنا وتحدثنا عن اللواط نتحدث عن القذف، وهو رمي الغير ذكرا أو أنثى بالزنا في معرض التعيير. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ومنها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. سهولة يحدث الناس أن فلان كذا وفلان كذا وأن رأيناهم كذا ولا يتق الله عز وجل فهي من الكبائر. فخاصة هذه الأمور نشرها في الإعلام ونشرها في المجالس، ألا يعلم أن الله عز وجل يرى وأن الله يسمع كلامه وأن الملائكة تسجل ما يخرج من لسانه، فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل. ثم تحدثنا عن أمر شديد وأيضا يسبب مشكلة اجتماعية، وهو الاختلاط. كم سمعنا من ويلات وأمور يندى لها الجبين بسبب هذا الاختلاط في المستشفيات، في الجامعات، في الأسواق، في ميدان العمل. لذلك حكمه منهي عنه. لماذا؟ لما فيه من أضرار ومخاطر كثيرة. والله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وعلقنا على هذا الحديث وقلنا هذا إذا كان المسجد لا يوجد فيه مصلى نساء ويكون هناك الرجال في أمام المسجد والنساء في آخره، فيكون صفوف الرجال أولها أفضلها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها إذا كانوا مجتمعين في مكان واحد كما كان يعمل في السابق. أما الآن فهناك انفصال في المساجد، فتكون خير إذا كان في مصلى نساء مستقل خير النساء خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، إذا كان مثل ما ذكرنا وذكر الإمام النووي إذا كان هناك انفصال. أما إذا لم يكن هناك انفصال فيكون خير صفوف النساء آخر على الحديث. الحكمة من تحريم الاختلاط سد باب الفتنة ومنع وقوع الفواحش، حفظ الأعراض، تحقيق الطمأنينة. ثم تطرقنا إلى مشكلات أخرى وهي مشكلة المخدرات والمسكرات والدخان، وذكرنا أن ما تعريف المخدرات تختلف عن المسكرات. المسكرات والمخدرات في الاصطلاح في الجزء الأول من التعريف هو نفس التعريف، هو ما يغيب العقل والحواس، وهذا نفس الشيء يغيب العقل والحواس. ولكن في المخدرات دون أن يصحب ذلك نشوة، يعني ما فيها نشوة، أم كالحشيش والهيروين والأوفيون تلقاه يغيب العقل والحواس ما يحس بنشوة. أما المسكرات نعم يغيب العقل ويشعر بأنه نشوة وسرور وميل للبطش والانتقام، هذا الفرق بينهما. والمسكرات مثل العرق ويسمونه العرق والبيرة والنبيذ مسميات له، والكحول وغير من ذلك وغير ذلك من المسميات التي نهى الله عز وجل عنها عموما. يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما الحكمة من تحريم المخدرات والمسكرات؟ وإن اختلفت الأنواع وتفاوتت في تأثيرها على العقل إلا أنها محرمة. يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم فاجتنبوا، هذا أمر ويدل على الاقتداء، فاجتنبوا هذا الأمر يعني اجتنبوا الخمر والميسر وغيرها مما حرمه الله لعلكم تفلحون. ذكرنا الحكمة من تحريم المخدرات والمسكرات، الحكمة من تحريمها
ضعف أن المخدرات فيها يعني تحريم المخدرات، حفظ الكليات الخمس وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال، والتي جاء الشرع بحفظها، حفظ كرامة الإنسان، حفظ الأسرة. تجد صاحب الخمر نسأل الله السلامة والعافية، تجده بعد يعني يشربها غايب عن العقل، فيقول ويهذري ويقول أشياء محرمة. أضرار الدينية، وهناك أخطار المخدرات وأضرارها، منها أضرار دينية وأضرار اجتماعية وأضرار صحية. من أضرار الدينية أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، تجد الإنسان بعيد عن الطاعة، لا يذكر الله عز وجل. أيضا هناك أضرار اجتماعية، يوقع العداوة والبغضاء والتدابر والتقاطع، أيضا غيرها من الأمور موجودة معكم وتؤدي للطلاق. وتجد الإنسان حد يعني وقعنا على بعض القصص أنه هو قائم وجالس ليس غائب عقله، يطلق ويضرب ويفعل أفعال حيوانية نسأل الله السلام والعافية. أضرار صحية، وهناك أضرار اقتصادية. طيب، المشكلة الثالثة وهي انتشرت انتشارا كبيرا، وهو الدخان أو التبغ، وهو نبات حشيش مخدر، يعني مر الطعم مشتمل على النيكوتين. هذا النيكوتين هذا مصيبة، أني حتى ذكرته وسأذكره مرة ثانية من باب التذكير، أن قطرتين منه يعني من النيكوتين يعني دون يعني إصلاح له، إذا كان مباشرة أخذ ووضع في كلب يقتله، إذا كان خمس قطرات من النيكوتين تقتل البعير، فمن بالك الإنسان. فهو محرم، الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، كل مسكر حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والدخان على أقل تقدير أنه مفتر، وهو ضار باتفاق العقلاء والأطباء. أيضا من أضرار الدخان الدينية، يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، تجد صاحب الدخان يذكر الله وهو يدخن، لا ولا يقول بسم الله، ولا عند النهاية منه يقول الحمد لله، لأنه مضر ولم يأمر به الشريعة، ويقتل سنويا 4 ملايين شخص. يعني في تقدر المنظمة العالمية الصحة أنه في حلول عام 2020 أنه يقتل 10 ملايين، و70% من هذه الوفيات في العالم الدول النامية أنهم بسبب الدخان، وهو يستهلك أموال كبيرة يصل إلى 300 مليون دولار، يسبب حرائق وغيرها من الأمور المحرمة. ثم ننتقل إلى مشكلة أخرى من المشكلات التي تحدثنا عنها، وهي مشكلة الرشوة. مشكلة الرشوة، الرشوة أو لأن شوف مأخوذة من الرشاء وهو حبل الدلو، الرشوة أو من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه اللي تطعمه. فالرشوة بكسر الراء مع تشديدها هو ما يعطيه الشخص لحاكم يعني قاضي أو أي شخص لإبطال حق أو لإحقاق باطل، وهي محرمة. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الهدية تختلف عنها، والهدية حكمها مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة محرمة بالاتفاق، والهدية في الأصل أنها مستحبة في الأصل. قد تكون الهدية لصاحب سلطان أو قاضي وهو ليس بينك وبينه معرفة، ويقول أنها هدية، لا تعتبر هدية لأنها ليس كان بينه وبينه يعني سابق تهادي، ولذلك قد يكون جانب من جوانب الرشوة. الرشوة أيضا ما يعطيه بشرط أن يعينه، والهدية لا شرط معها، يعطيها لله فلله. الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما بذلت عفوا، يعني يطلبها صاحبها، يطلبها، والهدية ما بذلت عفوا بدون ما تطلب.
يعني الهدية الأصل فيها مشروعة، و ذكرنا بعض الأحاديث مضار الرشوة وأثرها أنها دار لقيم الإسلامية كالعدل فينتشر الظلم، تولية الوظائف والعامة لغير مستحقيها وغيرها من المضار. الآن ننتقل يعني إلى أمر يعني وهو أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام. يعني أهمية الأسرة وتكوينها في الإسلام أن الأسرة تتكون أساسها من الزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله عز وجل حث على الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فاقتضت يعني السنة الإلهية في الخلق أن يكون الخلق قائما على الزوجية، فخلق الله سبحانه من كل شيء زوجين. هذا الموضوع معكم في صفحة 117 من الكتاب الذي نتناوله دائما، الإسلام وبناء المجتمع. الإسلام وبناء المجتمع ذكر هنا في القسم الثاني من الكتاب أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام. الله عز وجل وضع ميلا فطريا بين زوجي كل جنس، فكل ذكر في هذا الجنس يميل إلى أنثى، والعكس صحيح. لماذا وضع الله عز وجل هذه الفطرة؟ حتى تتكاثر هذه الأمة والأمم والمخلوقات وتستمر الحياة على وجه الأرض، وجعل سبحانه ميل الرجل إلى الأنثى والأنثى إلى الرجل مختلفا عن باقي الكائنات. فالميل عند الإنسان غير مقيد بوقت ولا منتهى عند حد الوظيفة الجنسية. أما الحيوانات عندهم أوقات معينة للتكاثر. الصلة القلبية الروحية عند الإنسان لا يقفان عند قضاء فقط المآرب هذه الجنسية، بل يستمران مدى الحياة. الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الإنسان مكرما مفضلا عند خالقه على كثير ممن خلق، فقد جعل تحقيق هذا الميل واتصال الرجل بالمرأة عن طريق الزواج الشرعي. ولهذا خلق الله عز وجل آدم وخلق منه حواء ثم أسكنهما الجنة. الله عز وجل يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولهذا على المسلم أن يتفكر بهذه المعاني العظيمة التي أودعها الله عز وجل وفطر بني آدم عليها، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هكذا كانت أول أسرة في تاريخ البشرية، وهي أسرة آدم، أسرة آدم. ثم تزايدت الأسر بعد ذلك وتوالدت، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لذلك عني الإسلام بالأسرة فأحاط بسياج من الاهتمام والرعاية، وحرص على استمرارها قوية متماسكة، وما ذلك إلا لمكانتها. هنا سؤال: ما مكانة الأسرة في الإسلام؟ ما مكانة الأسرة في الإسلام وما أهميتها؟ أولها: تبرز أهمية الأسرة ومكانتها من خلال ما يأتي. أولها: تحقيق النمو الجسدي والعاطفي. وأيضا هناك متطلبات نفسية، مهما كان هناك السكن والاستقرار لا يتحقق النفسي والطمأنينة إلا عن طريق الزواج. ولو بنيت الفلل والقصور وجلس لوحده لا هناك استقرار، لأن الله عز وجل فطر بني آدم على
ذلك، وهو الأسرة وتكوين الأسرة والزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فتحقيق السكن النفسي والطمأنينة يكون عن طريق الزواج. أيضا الأسرة هي الطريق الوحيد لإنجاب الأولاد الشرعيين وتربيتهم وتحقيق عاطفة الأبوة والبنوة وحفظ الأنساب. أيضا تعد الأسرة هي الخلية الأولى واللبنة الأساس في بناء المجتمع. نحن في نتحدث في صفحة 118 عن ما مكانة الأسرة في الإسلام وما أهميتها. أيضا اتصال الرجل بالمرأة عن طريق غير مشروع من خلال الزنا والسفاح فهو اتصال لا يليق بكرامة الإنسان، وهو إن حقق الشهوة العابرة فتشوبها الحسرة والندامة، إلا أنه لا يحقق بحال من الأحوال السكن والهدوء والاستقرار. وذكرنا يعني في السابق أن هذه من المشكلات، وأن الزنا مهما فعل وقضى شهوته إلا أنه لا يحقق ما يريد من هذه المقاصد، الزواج وإنجاب الأبناء وتكون الأسر مفككة، و يعني قد يكون الولد لو أتى عن طريق الزنا يكون لقيط وطريد ومنبوذ، فلا يشعرون بالسعادة ولا الاستقرار ما داموا على هذه الحال وهو الزنا. ولذلك الزواج هو الشرعي الأساس الصحيح لتكون الأسرة وسر السعادة. هنا نعيد ونكرر، نقول ما هي مكانة الأسرة في الإسلام، ما أهميتها؟ نقول تبرز أهمية الأسرة ومكانتها من خلال ما يأتي. أولها تحقيق النمو الجسدي والعاطفي، إشباع النزعات الفطرية، الميول الغريزية. ثانيا تحقيق السكن النفسي والطمأنينة، والآية واضحة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الطريق الوحيد. ثالثا لإنجاب الأولاد الشرعيين تربيتهم تحقيق العاطفة الأبوة والبنوة وحفظ الأنساب هو عن طريق الأسرة، الأسرة الزواج الشرعي. تعد الأسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤوليات وإبراز الطاقات، إذ يحاول كل من الزوجين بذل الوسع للقيام بواجباته وإثبات جدارته لتحقيق سعادة الأسرة. نعم، لبي ربي، الأم تربي، يربون الأبناء على تحمل المسؤوليات وإبراز الطاقات. الأسرة هي أيضا الخلية الأولى واللبنة الأساس في بناء المجتمع. ثم تحدثت وذكرت أن الاتصال الجنسي الغير مشروع يسبب مشاكل وأمراض ونفسية، ولا يعقبها إلا الحسرة والندامة. ولهذا يعني المكانة التي حظيت بها المرأة في الإسلام نتحدث عنها، ونقول قبل الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام لا بد من إلقاء الضوء على أوضاع المرأة في بعض المجتمعات غير الإسلامية حتى يتبين لنا ويبرز بوضوح وجلاء فضل الإسلام على المرأة. أولها في صفحة 120 اليونان. اليونان عندهم كانت المرأة مسلوبة الحرية والحقوق الإنسانية حتى الاجتماعية، كانت تباع وتشترى ولا تحظى بتقدير، وتختلط بالرجال في المنتديات والمجامع والسهرات حتى شاع الزنا وصار فعل الفاحشة غير مستبشع ولا مستنكر. ولذلك انهارت هذه الحضارة وسقطت حضارة اليونانيين. وأيضا الرومان عندهم أيضا كانت معدومة الأهلية، تتزوج وتدخل في سيادة زوجها وتصير في حكم ابنته وممتلكاته، وله أن يحاكمها ويعاقبها بالإعدام على بعض التصرفات. ثم تغير وضعها بعد ذلك، فخرجت إلى مجالس اللهو والطرب وشرب الخمور مما أسهم أيضا في خراب حضارة الرومان.
وزوالها. طيب، المرأة في الحضارات الهندية كانت المرأة عندهم قاصرة غير مكلفة. الآن لو ننظر كل اليونان والرومان والحضارة الهندية كانت لا عندها أهلية، لا تملك بل تباع، هي يعني وسيلة لقضاء الشهوات، ولذلك عندهم في الهند كانت مصدر شؤم مدنسة لكل شيء تمسه، حتى إذا مات زوجها توجب عليها أن تحرق نفسها، وإلا تعرضت للهوان في الدنيا وليشد العذاب بالنار. كانت تقدم أيضا قربانا للآلهة لترضى عن الأسرة أو لتأمر بالمطر أو الرزق. طيب الآن اليهود، طيب المرأة عندهم يعد اليهود في تعاليمهم المحرفة المرأة لعنة، هي عندهم أصل الشرور ومنبع الخطايا، لأنها عندهم بحسب زعمهم أغرت آدم بالأكل من الشجرة الملعونة، يعدونها نجسة في أيام حيضها، عندهم قاصرة بمرتبة الخادم وليبيها الحق في بيعها وهي محرومة من الميراث. ثم تغير حال المرأة عند كثير من اليهود من النقيض إلى النقيض، ويكفي أن نعلم أن المرأة أصبحت عندهم بعد ذلك من الأسلحة الفتاكة التي يستخدمونها في التجسس وفي غزو قلوب الشباب وإفسادهم والسيطرة على العالم، حتى أنه جاء في بروتوكولات حكماء صهيون: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. ولذلك هم يستخدمونها استخداما سيئا لغزو الشعوب واستجلاب ولاءاتهم والضغط عليهم. فلهذا المرأة عندهم سلعة، أي مو بسلعة إلا سلاح فتاك لغزو الشعوب والضغط عليهم. لذلك النصارى عندهم في صفحة 122 المرأة عندهم كانت في القديم نظرة سوداوية لها، لأنها أيضا عندهم النظرة أنها أغرت آدم بالأكل من الشجرة الملعونة. كانوا يشككون في إنسانية المرأة، لا مثل اليونان والرومان والهند لا تملك المرأة عندهم، ليس لها أهلية في التملك، حتى أنهم أباحوا بيعها في بعض الأحيان. أيضا يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، يزهدون بها وإن كانت عن طريق مشروع ذلك طلبا للرهبانية والتقرب إلى الله بزعمه. الإسلام أيضا حرم ذلك يعني وقضى عليها، وأنا ذكرت في حديث في أحد المحاضرات أن أحد الصحابة أنه قال أني لا أتزوج النساء، النبي صلى الله عليه وسلم أنني أنا أتزوج النساء. فحاول بعض المجددين النصارى في القرن الثامن عشر تعديل هذه النظرة نحو المرأة، لكن يعني شيئا فشيئا تجاوز هذا الأمر الحد الفطري المقبول، إلى أنه حتى أصبح في القرن العشرين عندهم نظريات ثلاث، وهو المساواة بين الرجال والنساء. شوفوا كان قبل عند النصارى فقد الأهلية وأنها تباع وتشترى ويستقرون العلاقة الجنسية، وبعدين أصبح خط مقابل هذا الخط، حتى أنه أصبح في القرن العشرين يطالبون أن المرأة تساوي الرجل، واستقلال النساء بشؤون معاشهن، والاختلاط المطلق بين الجنسين. لذلك أوهمت بعضهم أنها خلاص هي نالت حقوقها، ولكن لا يعلمون أنها انتقلت بها هذه النظريات إلى الحضيض وإلى التفريط بحياتها وشخصياتها وأسرتها، وانتشرت الفواحش نتيجة اختلاطها المفزع بالرجال في جميع ميادين الحياة. هنا إحصائية في صفحة 123 ذكرت مجلة التايم في تقريرها لعام 1985 أن عدد الحوامل البنات في أمريكا سنويا 1,000,000 فتاة، وأن نسبة الزواج غير الشرعي في سنة 1950 15%، ثم قفزت إلى 75% في بعض مناطق أمريكا. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الذين لاقوا حتفهم بسبب الإيدز منذ ظهور 1981 حتى نهاية 2001 أكثر من 20 مليون 20 مليون
يعني فتك بهم هذا المرض اللعين، فتك بهم هذا المرض الخطير نسأل الله السلامة والعافية، بسبب مخالفتهم يعني. وأنا أقف عند المرض الخطير، لا دائما المرض الخطير مثل السرطان، بعضهم يقول المرض الشين، لا نقول هو اسمه الشيخ محمد بن عثيمين وغيره من العلماء المرض الخطير، هذا مرض قدره الله عز وجل على بني آدم، فعلى المسلم أن يصبر وأن يحتسب، ويسمى مرض الخطير. أحسن مصطفى صبري آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية قال: إن من نظر إلى مظاهر الغرب يحسب أهله يعبدون المرأة ويجلونها بهذا الحد، ومن هذه المظاهر اعتبرت المرأة الشرقية مقهورة منكودة الحظ، لكن الحقيقة أن الغربيين مقلديهم مقلدتهم منا يعبدون هوى أنفسهم في عبادة المرأة، وما إجلال الرجل العصر للمرأة وتقديمه إياها على نفسه إلا أنه من الضحك عليها لمخادعتها وجعلها أداة للهو واللعب وإخراجها من خدرها وستورها معناه إنزالها من عرشها المنيع إلى أسواق الابتدام. فيقول أن أنتم الآن تنظرون إلى الغرب أنهم قدروا المرأة، لا لا لا، ما هم قدروا المرأة، هم عندهم في الأصل مثل ما قلنا أنهم جعلوها أداة للهو واللعب. طيب، في صفحة 123، العرب في الجاهلية، ما مكانة المرأة عند العرب في الجاهلية؟ العرب يتشائمون من ولادة الأنثى، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني هو يقال فلان جتك بنت رزقت ببنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكوا على هون أم يدسوا في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ما عندهم هذه المرأة، ما لها شورى ولا يشاورونها، وحتى في أخص خصوصياتها من اختيار الزوج مثلا ليس لها حق في الإرث لا في المهر، وليس لتعدد الزوجات عندهم حد معين، ولا للطلاق حد محدود، وتعد زوجة الأب إرثا لأكبر أبناء الميت من غيرها، فيحق له أن يتزوج زوجة أبيه. وخرجت أنكحة عندهم استبضاع اسمه وبغاء وشغار، ولذلك العرب في الجاهلية يتشاءمون ولادة الأنثى، وتسمعون بوأد البنات، فيقول حتى يعني العار ولا تجلبك العار، ولو فعلت فاحشة، لذلك عندهم المرأة يعني شؤم على صاحبها. ننتقل إلى الإسلام ومكانة المرأة في الإسلام. الإسلام أنصف المرأة وأعطاها حقوقها الشرعية، ورد لها اعتبارها كإنسانة، أصبحت لها مكانة عظيمة، ومن مظاهر هذه المكانة والتكريم ما يلي. يعني الآن في صفحة 124 نتحدث عن مكانة المرأة في الإسلام. الإسلام أقر إنسانية المرأة وكرامتها، هذا الأمر الأول، أنه أقر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها، أقر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها، وأنها مخلوقة من جنس الرجل، وهي إنسانة مثله تماما في الخلقة وأصل الكرامة. الآن الأمر الأول إقرار الإنسانية للمرأة، وأنها مخلوقة من جنس الرجل، إنسانة مثله تماما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذا أولا الإنسانية، أعطيت لها حق الإنسانية وإنها إنسانة. برأها الإسلام مما ألصقه بعض أصحاب الديانات السابقة،
من أنها أصل المصائب، وأنها سبب إخراج آدم من الجنة، وأن بين أن الشيطان هو السبب في إغراء آدم وحواء كليهما، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. يعني الآن أعطيت الإنسانية، وثانيا أنها كانت تتهم في الأديان السابقة أنها هي السبب في إخراج آدم من الجنة، والإسلام قال لا، أن السبب هو إبليس، فأخرجهم الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. التبرئة، أول شيء نقول الإنسانية، يعني ملخص التبرئة. ثالثا التشاؤم، حرم الإسلام التشاؤم بولادتها، إذا ولدت أن نتشاؤم أو أن نتعرض لها يعني لحياتها بغير حق. رابعا أمر بإكرامها في جميع مراحل حياتها، الإكرام هو شيء الإنسانية، التبرئة حتى تحفظ، حرم الإسلام التشاؤم بولادتها، تكريمها في جميع مراحل حياتها، أما كانت بنتا أختا زوجة. أولا الأم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من أحق الناس بالحسن؟ صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. البنت أيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تربيتها والإحسان إليها، رتب الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي، يعني سماه ابتلاء لأن الناس كانوا يكرهونه في الجاهلية. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، سماه ابتلاء. ليش؟ لأن الناس كان يكرهونه في الجاهلية. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن. الآن الحديث الحفظ لو حفظنا فقلنا من ابتلي من البنات بشيء، أي شيء، ولادة، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الابتلاء بالبنات لابد الإنسان من الإحسان إليهن حتى يكون له سترا من النار. وأما الزوجة فقد أمر الإسلام بإكرامها، فالله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها فقال إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فعلى المسلم التوصية بالمرأة وأنها أسيرة ويتق الله عز وجل فيها، والنبي صلى الله عز وجل يقول استوصوا بالنساء خيرا. أيضا الإسلام أكرم المرأة، جعل الإسلام المرأة أهلا للتكليف، فهي مكلفة كما أن الرجل مكلف، ومجزية بأعمالها دنيا وآخرة، يعني أنها ستحاسب يوم القيامة. فالإسلام يعني اختلف في جعلها أهلية، لها أهلية، بعكس الأديان السابقة أو الأمم كاليونان والرومان والهند وغيرهم، كانوا يقولون ليس لها أهلية، لا تملك، بل هي تباع وتشترى، ليس لها ذمة مالية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعطاها الإسلام حقوقا مالية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك في النفقات الواجبة في المهر، بعد أن كانت محرومة منها فلها الحق في المهر، ولها حق الإرث من قريباتها، ولها أن تتصرف وليحرمها
من ميراثها وأنها سيذهب مالها لزوجها ولا تطلع مالنا للغريب، هذا كله من كلام أهل الجاهلية. أيضا جعل لها الحق في المشاورة وإبداء الرأي بعد أن كانت مسلوبة من ذلك. قال الله عز وجل: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أيضا لها الحق في إبداء رأيها في الزواج ممن تقدم لخطبتها، وأن تشترط عليه جعل طلاقها بيدها. يعني هذا مسألة من المسائل، أنها إذا تزوجت على المأذون الشرعي أن يسألها، فإذا كانت غير راغبة بذلك فلا تجبر، وأن تشترط عليه جعل طلاقها بيدها. لها أنت يعني أن تطلق نفسها إذا اشترطت ذلك، ومنحها حق مخالعته إذا تعسرت حياتها معه، ويأتي إن شاء الله في بيان ذلك في مناسباته. هذا وعلى الرغم من يعني إنصاف المرأة من إنصاف الإسلام للمرأة وإعطائها، إلا أنها يعني حرمت من كثير في المجتمعات الأخرى، على الرغم من المكان التي تبوأتها المرأة في ظل النظام الإسلامي. بعض الحاقدين على الإسلام شوهوا هذه النظرة، الآن حقوق أعطاها الإسلام، ومع ذلك تجد بعضهم المرأة مسلوبة الحق، المرأة مظلومة، المرأة جالسة في البيت، المرأة. وأبى حقدهم إلا أن يخرجوها من البيت وينفثوا سمومهم وحقدهم وينعقون وطالبين الفتنة ويظهرون التباكي والحسرة على المرأة، يقول الإسلام ضيع حقوقها، مدعين شبهة ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا نعطي بعض الشبه الآن التي ذكرها. بعض الشبه المثارة في صفحة 127 ذكرت: يقولون أن المرأة أو المجتمع نصفه معطل، دائما نسمع المجتمع معطل، المجتمع نصفه معطل. لماذا؟ لأن المرأة لم تعمل، لم تمارس ما يمارسه الرجل من الأعمال والوظائف، ولهذا لابد حتى تحل البطالة بالأمة علينا أن ندخلها في ميدان العمل. والرد على هذه الشبهة الرد يكون بذكر الحقائق التالية: هل الإسلام يمنع أصلا المبدأ أن المرأة لا تعمل في جميع المجالات؟ لا، المرأة في أصل العمل لها الأصل الإباحة، إذا دعت الحاجة لذلك كالتدريس، التطبيب، التوليد، مع بعض الشروط يعني الالتزام بالحجاب الشرعي، موافقة الزوج أو ولي الأمر، تجنب الاختلاط، تجنب الخلوة بغير المحرم، وأن لا يستغرق العمل جهدها ووقتها على حساب بيتها وأولادها وأسرتها. يعني هذا الآن أن الإسلام يرد على من يقول بأن نصف المجتمع معطل وأن المرأة لا تعمل، وإذا عملت المجتمع تقدم. نقول بذكر الحقائق الأولى ذكرناها، وهي أن الإسلام لا يمنع عمل المرأة من حيث المبدأ، ولكن هل هناك مجالات تمارس هذه المرأة تناسب تكوينها الجسماني وما أمر الله عز وجل به؟ هل تلتزم بالحجاب الشرعي؟ هل تستأذن؟ هذه أمور إذا وقعت فلا مانع من عمل المرأة. أن دعوة منع الإسلام المرأة من العمل أنه يعطل نصف المجتمع مغالطة، لأنه الواقع يثبت أن المرأة تعمل في بيتها فتربي أطفالها وتهتم بزوجها وترعى شؤون أسرتها، ولا يخفى أن هذه مسؤولية كبيرة. أما ما قالوا فإنه لا ينطبق على المجتمع المسلم، بل ينطبع على غير المجتمعات التي لا تحظى فيها المرأة بالرعاية والتكريم، ولا يتحمل الأب والزوج أو الابن مسؤولية الإنفاق عليها.
أيضا يعني من الأمور التي يعني أن المطالبة بعمل المرأة في الأعمال التي لا تناسب طبيعتها أو فيها ولاية عامة كتولي الوزارة والقضاء وتنظيف الشوارع والعمل في المقاهي غير جائز شرعا، إما لضعفها وإما فيه من ضرر ومشقة وإفساد الأخلاق العامة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، صحيح البخاري. إضافة إلى ما فيه من مزاحمة الرجال في الأعمال والوظائف وتعطيلهم على العمل وتفكيك الأسرة وكثرة الطلاق بسبب هذا الاختلاط. أيضا الرد: لا يخفى أن كيان المرأة وتكوينها النفسي والجسدي يخالف تكوين الرجل. المرأة يعتريها حيض، حمل، نفاس، رضاع، آلام جسدية، وليس الذكر كالأنثى. الله عز وجل يقول، الله اللي خلقنا يقول ليس الذكر كالأنثى. طيب الآن لو نظرنا هذه الردود وذكرنا الردود منها أن الإسلام لا يمنع عمل المرأة في الأصل، الرد على من قال أن دعوة منع الإسلام المرأة أنها معطل وأنها لا، المرأة تعمل في بيتها وفي أولادها، أن مطالبتهم بجميع الأعمال غير صحيح لأنها تخالف طبيعتها وتكوينها النفسي والجسدي. ويجدر بنا أن ننظر إلى نتائج تجربة عمل المرأة خارج بيتها في بعض المجتمعات. يقول الفيلسوف برانز أندرسل أن الأسرة، هذه صفحة 129، أن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة. وأظهر الاختبار أن المرأة تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوفة وتأبى أن تظل أمينة لرجل واحد إذا تحررت اقتصاديا. يعني هذا يقول الواقع عندنا يعني. وقد أجري استفتاء عام في جميع الأوساط في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة رأي النساء العاملات في العمل خارج، فكانت النتيجة كالتالي: أن المرأة متعبة الآن، ويفضل 65% من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن لأنهم كانوا يتوقعون أنهم سيبلغ أمنية العمل الذي حلمنا بهم اليوم، وقد أدمت عثرات الطريق أقدامهن واستنزفت الجهود قواهن وطاقتهن، فإنهن يتمنين الرجوع إلى بيوتهن والتفرغ لحضانة أولادهن. يعني هم الآن لو نظرنا للواقع، طيب زين نضع المكبر على المجتمع الأمريكي، 65% الآن يريدنا الرجوع إلى البيوت. لماذا احنا الآن نأخذ هذه التجربة ونرد عليهم من يقول أن نصف المجتمع عطل؟ نقول ننظر إلى هذه التجارب وهذه الاستفتاءات. الآن انتهينا من الشبهة الأولى، وهي الشبهة التي تقول أن نصف المرأة ونصف المجتمع معطل. الشبهة المثارة حول إرث المرأة. الآن احنا قلنا أن بعض المجتمعات والإسلام يحرمنا المرأة، وبعض المتنقصين للإسلام أن الإسلام أساء إلى المرأة وظلمها حيث جعل حصتها نصف حصة الرجل. الرجل لو يأخذ 10,000 من الإرث يتأخذ 5، وهذا يعني يقولون الإسلام أنقص أو انتقصها. الجواب: انظروا أولا إلى العرب في الجاهلية ماذا كانوا يفعلون، يحرمونها أصلا من الميراث. طيب ننظر إلى الشعوب الأخرى ماذا يفعلون، يحرمونها أيضا من الميراث. طيب هل الإسلام راعى شيء لما أعطاها النصف؟ نقول نعم. أولا حصر الإرث في قريب المتوفى الذي يرتبط به نسب أو زواج، وجعل حصة الأولاد بنين وبنات لا تنزل عن نصف التركة، وهي نسبة عالية يستحقونها باعتبارهم امتدادا لشخص والد متوفى. حصر الإرث في قريب المتوفى الذي يرتبط به نسب أو زواج، وجعل حصة الأولاد بنين وبنات لا تنزل عن نصف التركة، وهي نسبة عالية يستحقونها. ثانيا مراعاة مقدار حاجة الوارث إلى المال ولو بعد حين، فلو كان حاجته إلى الإرث أكثر كان نصيب من التركة أكثر، ولذلك الأولاد يحتاجون إلى المصاريف وإلى الإنفاق أكثر من البنات، لذلك كانت حصتهم من الميراث أكثر، وهم يستقبلون الحياة بتكاليفها ولوازمها ومتطلباتها. هذا ومثل ما راعى الإسلام في توزيع الميراث بين الورثة شدة الحاجة إلى المال، أعطى صاحب الحاجة الملحة نصيبا أكثر من غيره،
فقد راعى هذا المبدأ أيضا حينما جعل حصة الذكر ضعف حصة الأنثى، لأن التكاليف على المرأة أقل من التكاليف على الرجل، فعند الزوج أو الرجل أو الأبن من المناسبات والإنفاق، وهو مكلف بنفقات اللباس والعلاج ويهدي، وهو مسؤول عن الأسرة، والبنت أو الزوجة يتولى الإنفاق عليها ابن زوجها، بخلاف أخيها الذي يتولى هو الإنفاق على زوجته وأسرته. هكذا يظهر أن توزيع الإسلام لإرث المرأة وجعله نصف نصيب الرجل ليس له علاقة بكونهما أنثى. الإسلام من انتقده في توريث الرجل حصة ضعف حصة المرأة لا يسيرون وراء المساواة العادلة، بل وراء المساواة الظالمة. وصدق الله عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إنما ذكر أحكام المواريث أعقبها بقوله: يبين الله لكم أن تضلوا أن تخطئوا والله بكل شيء عليم. ولا بد أن نذكر أن هناك حالات المرأة ترث مثل ما يرث الرجل، مثل لو توفى رجل وترك أبا وأما وأولادا، فللأب السدس والأم السدس، شوف الأب السدس والأم السدس والأولاد الباقي، الأم الآن نصيب مثل نصيب الأب. أيضا إذا مات رجل وترك إخوة لأم، أخوة لأم، إخوانه من أمه، ذكورا أو إناثا، فهم يشتركون في الثلث جميعا، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، كما لو ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا وعما، هنا حالات ذكرها الكاتب في صفحة 132 و131، وهذه الشبهة ردت على من قال أن المرأة أو الإسلام أنقص حق المرأة في الميراث، وذكرنا الردود عليها. هناك رد أو شبهة ثالثة، الشبهة المثارة حول شهادة المرأة، أن الإسلام انتقص المرأة وعاملها دون الرجل فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، يعني هذه أيضا من الشبه، وهي يعني أن الإسلام قال إن المرأة لابد تكون امرأتان عند الشهادة، بعكس الرجل، الرجل واحد يكفي، يعني إذا جت شهادة لابد من أربع نساء، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، يعني تخطئ، فتذكر إحداهما الأخرى. لهذا يعني الرد على من يقول أن المرأة الإسلام أنقص حق المرأة في الشهادة وجعلها ضعيفة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الإسلام لم ينقصها في الإنسانية أو حق الإنسانية والكرامة، أن الموضوع الشهادة يتصل بالأمور المالية وإثبات الحقوق والجنايات، وهذا كله ليس محط اهتمام المرأة، فهي لا تلقي لها بالا، لهذا جاء التعليل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن المرأة عاطفية، يعني المرأة موضوع الشهادة يتصل هنا بالأمور المالية في البيع وفي الشراء، والمرأة عادة حتى الآن لو ننظر نظرة اجتماعية لا تهتم بهذه الأمور، بعكس الرجل تجده يهتم في البيع وفي الشراء، فلهذا جعل المرأة قل اهتمام هذه المرأة لهذه الأمور المالية، فلابد فتنسى، فلذلك جعلت امرأتان عند الشهادة. أن المرأة عاطفية بطبعها، وقد يقول أحد القضاة أننا عند الشهادة إذا جت تشهد المرأة تأتي بأشياء أخرى غير التي يعني شافتها، فأقول لها: لماذا أتت بك؟ يعني هل هذه أنت رأيتها؟ تقول: لا، أنا فهمت، أنا ظننت، أنا يعني استنتجت. فهي تتأثر بالموقف وتتأثر بحال المشهود له أو عليه، فينعكس على أداء شهادتها. أيضا الرد يدل على مما يدل على تنصيف شهادتها لا علاقة له بانتقاص إنسانيتها ولا كرامتها وقدرها، أن الإسلام قبل شهادتها وحدها فيما يخص النساء غالبا، وفيما يطلعن عليه
دون الرجال، فتقبل بهذا شهادتها وحدها في إثبات الولادة وفي الثيوبة، يعني هل هي ثيبة أو بكر، وفي الرضاع أنها أرضعت الخمس رضعات أو أقل أو أكثر. الشبهة المثارة حول دية المرأة، هذه شبهة الآن ذكرنا شبهات، يعني نعيدها باختصار. الشبهة الأولى في عمل المرأة، الشبهة الثانية حول إرث المرأة، الشبهة الثالثة حول شهادة المرأة، الشبهة الرابعة والمثارة حول دية المرأة. قال أصحاب الشبهة: تقولون أن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة، في حين نرى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، يعني هو يرث 100,000 مثال، يعني من قتله عن طريق الخطأ يعطي أهله مثلا دية حوالي 300,000 أو 100,000، 100,000 سابقا مثلا، فالمرأة النصف من دية الرجل، فتعطى لو قتلت بالخطأ كحادث سيارة 50,000. الرد أن نقول أن الإسلام سوى، نعطي الأصل مرة ثانية ونؤصل أن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في المكانة والكرامة، ونقول أنه من اعتدى على رجل أو امرأة يقتل لو كان عمدا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ما قلنا الرجل على غير المرأة. أيضا الإسلام لم يفرق في دية الجنين بين كونه ذكرا أو أنثى، حيث قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة باعتبار الجنين نفسا. أيضا أما في حال قتل الخطأ، احنا قتل عمد خلاص، لو قتل سواء قتل رجل امرأة أو رجل فيقتل القاتل، أما الآن في حال قتل الخطأ أو تنازل ولي المقتول عمدا عن القصاص وقبول الدية، فيفتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل. لماذا؟ لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون هنا الدية عوضا عن الضرر الذي لحق بإسرة المقتول وعن الخسارة التي حلت بها، يعني الرجل يقوم بالبيت ويقوم بالأسرة ويقوم بالتربية غير تربية والعلاقات الخارجية، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم لا غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأبنائه التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها. فالحالة الأولى عندما موت الرجل تكون هناك خسارة مالية فيعوض عنها ماليا بحسب حجم الخسارة، بخلاف الحالة الثانية التي تكون الخسارة فيها معنوية لا يمكن أن تقدر أو تعوض بمال. لا بد من التأكيد على نصف دية المرأة عند من قال به من العلماء لا علاقة له بالإنسانية المرأة كما زعموا، وهو لا ينقص من كرامتها ومكانتها في الإسلام. الآن هناك شبهة مثارة حول تعدد الزوجات، يمكن تلخيص هذه الشبهة، وهذه مصيبة من المصائب، يعني عقدت أفلام ومسلسلات وكتبت في الجرائد وأفلام وفي الإنترنت يعني حول تعدد الزوجات، وأن بعضهم يعني يجعلها مصيبة من المصائب عند تعدد الزوجات، وهي شبهة يعني قديمة وحديثة ومتجددة. في صفحة 135 نقول ونلخص هذه الشبهة: التعدد من ابتداع الإسلام، قالوا ما عندنا في الأديان السابقة ما في تعدد، قال هذه بدعة في الإسلام وهي مجرد استجابة للنزهوات والشهوات. في التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليها، وهذا مناف للمساواة والإنسانية، يعني الآن قالوا هذا بدعة. ثانيا امتهان للمرأة. ثالثا يؤدي للخصام والشقاق بين أفراد الأسرة. رابعا يؤدي لكثرة النسل مما يصعب عليه التفرغ والتربية الأولاد، ويؤدي للبطالة وكثرة الانحراف، لذلك في الصين عندهم ولد أو بنت وبس خلاص. ولذلك الرد على هذه الشبهة بجوانبها المتعددة: لا بد من التأكيد على حقائق، يعني حقائق معينة نؤكد عليها، وهي أن الإسلام لم يجعل التعدد فرض، لم يجعله فرضا على كل إنسان،
ولا يمكن تركه ولا مخالفته، إنما هو جعله مشروعا جائزا لمن رغب فيه وقدر على ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وإذا كان هذا لا يجوز، وإن كان كذلك فهو لا يجوز منعه بشكل عام أو التشكيك فيه أو التنفير. هذا الأمر الأول، مبدأ من المبادئ، أنه ما نقول واجب، هو جائز، أن الله أحكم شرعة التعدد ونظامه إحكاما متقنا بما يزيح عنه كل نقد وعيب. أما السلبيات التي تحصل في التعدد فهي من سوء ما تطبيق بعض الناس، يعني سوء التطبيق، يعني لا نحرم، إذا كان بعض الأفراد أساءوا في ذلك لا نقول هذا الشيء محرم ولا نقول هذا حجة على الإسلام. الإسلام يجب على من يعدد زوجاته أن يعدل بينهن في المسكن والنفقة والكسوة والمعشر. هذا الآن نقول هذا مبدأ من المبادئ، ولن إذا قدر على ذلك وهو مثل النفقة والكسوة والمعاشرة يجب عليه العدل. أما ما ليس في مقدوره وهو الميل القلبي وحب واحدة أكثر من غيرها فليس مؤاخذا به، ولكن عليه العدل في السكن، النفقة، الكسوة، المعاشرة. الله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته الطاهرات كان مضرب المثل في العفاف والطهر وإكرام المرأة ومعاملتها، وكان جمعه لأكثر من أربع أمهات. هذا دائما الردود، هذا في الغربيين، وأول ما يبدأ يناقشون المسلمين يناقشون في هذه الشبهة، وهذا طيب الإنسان يحفظ الردود عليها حتى إذا نوقش فيستطيع الرد. فنقول ونعيد ونكرر، أولا أن الإسلام لم يوجب التعدد بل أجازه، ثانيا أن الله أحكم والنبي صلى الله عليه وسلم أحكم، يعني أن الله أحكم شرعة التعدد ونظامه بما يزيح كل نقد وعيب. أما السلبيات التي تحدث من بعض الأفراد لا نقيسها على الإسلام ولا ننقد الإسلام ولا تكون حجة على الإسلام. الإسلام شرعه وأتقن شرعته متقنا بما يزيح عنه كل عيب ونقد. ثالثا من الأمور أنه نقول إحنا الإسلام يعني يوجب العدل، أما الميل القلبي هذا شيء خارجي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذه قسمتي فيما أملك ولا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، يعني الحب والميل العاطفي. أما العدل لابد العدل. أن زوجة طيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالتسع أو أمهات المؤمنين هذا كان مضرب المثل في الطهر والعفاف، وكان جمع خصوصية له عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بها، وكان زواجه لأغراض اجتماعية ودعوية ومصالح دينية كبيان التشريع وتحقيق التكافل، يجبر خواطر بعض الأرامل السابقات الإسلام أو تأليف قلوب الناس وتقدير وتأليف قبائلهم وتقدير وتكريم بعض الأصحاب الذين ضحوا وأبلوا في الإسلام بلاء حسنا. وكان أول زواجه في أم المؤمنين خديجة، وكانت ثيبا وتكبر بخمسة عشر عاما ولم يتزوج عليها في حياتها. ومع ما سبق فقد يكون التعدد أحيانا ضرورة أو حاجة ملحة من الضروريات الاجتماعية والشخصية، ولهذا شرعه الإسلام استجابة لذلك من هذه الضروريات والحاجات. إذا زادت النساء لكثرة المواليد منهن أو لكثرة القتلى في حرب من الحروب فهنا يكون ضرورة ملحة التعدد. حاجة الأمة المستمرة إلى التناسل، وبخاصة حاجتها للرجال الذين يفقدهم المجتمع أكثر من النساء، بسبب وفياتهم في الحوادث اليومية في الطرقات والعمل والنزاعات. أيضا يعني من الأمور التي يعني تكون الزوجة مريضة أو عقيما، فمن الأكرم لها ولزوجها يتزوج بأخرى مع بقائها محصنة معززة مكرمة. الرجل قد يكون صاحب أسفار ولا يستطيع
اصطحاب زوجته معه دائما وهو يخشى على نفسه، فمن المناسب أن يتزوج في البلد التي يتردد إليها وله فيها مصالح تجارية، فيعف نفسه بهذا الزواج. الله عز وجل خلق بعض الناس وبعض الرجال ولديهم رغبة جنسية زائدة، فكان من المناسب أن يعددوا الزواج إن شاءوا، وبخاصة أن المرأة تمر بظروف مثل الولادة والحمل وغيرها. طيب، صفحة 138، الرد على هذه الشبهة حول تعدد الزوجات بعدما تقدم ذكر من الحقائق والأمور الآنفة. نجيب عن هذه الشبهة بما يلي: أن الإسلام، قولهم أن الإسلام هو أول من جاء بالتعدد، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. التعدد كان معروف من السابق، وذكر مثلا عند اليهود وعند النصارى، وعمل به بعض الأنبياء كإبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام، وموجودا في الجاهلية، وحتى هو موجود الآن عندنا يعني في بعض البلدان الأفريقية وفي الهند الذي غير مسلمين. هذا بطلان زعمهم أن الإسلام ابتدع هذا الأمر وهو التعدد. ثانيا، أن قولهم إن التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليها ليس صحيحا، بل في التعدد إكرام للمرأة وحفظ لمصالحها. يقولون أن الإسلام امتهن المرأة وتسلط عليها، ليس صحيح صحيحا. لو قلنا هل صحيح التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليها، ليس صحيحا، بل هو إكرام للمرأة وحفظ لمصالحها. وذكرنا بعض ضرورات التعدد: المرأة الأولى من مصلحتها البقاء مع زوجها، المرأة الثانية هي التي اختارت الزواج ولم تجبر عليه، فمن مصلحتها يكون لها زوج ولو مع امرأة ثانية وتنجب الأطفال حتى لا تتعرض للفتنة والحرمان وتكون بلا زوج وتشكو من الوحدة والانفراد وتكون لها اكتئاب، ينشأ عن ذلك اكتئاب وأمراض نفسية واخطار. أما قولهم أن التعدد امتهان وتسلط عليها ليس بصحيح. قولهم أن التعدد تنشأ عنه المشاكل والأحقاد بين أفراد الأسرة، هل هذا مسلم؟ لا، لأنه يوجد أسر ونعرفهم ومشهورين ومعروفين أنه لا، بالعكس، أخوة ومحبة بينهم. والله عز وجل ما شرع التعدد مع علمي بأحوال نفوس النساء وطبائعهن إلا لحكم كثيرة، وقد يحصل بين الأولاد في التعدد، ولكن الله عز وجل ما شرع هذا التعدد إلا مصالحه أكثر من سلبياته، والغيرة موجودة في نفوس النساء، وعلى الرجل يكون حكيما في التعامل، مدركا لمسؤولياته ويعدل. ولا ننسى أن الغض والتغافل من صفات الرجل الحكيم، ويكون محسنا، الزوج عادلا، يسلك سلوك الرشاد والتربية والتعليم، وفتسود المحبة بين أفراد عائلته وأسرته. التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب عليه معه التربية والتعليم، هذا يعني من الشبه. وهذه الشبهة غير صحيحة. كلامهم صحيح إذا كان المجتمع شهواني، ومجتمع تسوده الرذيلة لا الفضيلة، تحكمه الشهوة، تكثر اللقطاء الذين لا يعرفوا آباءهم. أما كثرة النسل الناشئ عن التعدد المشروع وفي ظل التربية الصحيحة والتوجيه السليم فهو مصدر سعادة للأسرة والمجتمع. ولا يخفى أن الأمة تحتاج إلى جهود هؤلاء، ونفخر بهؤلاء الأولاد، مما يدل على الحاجة للتعدد. كذلك أن البلاد والمجتمعات التي أطلقت فيها الحريات وأخذت بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء قد تجرعت مرارة الفجور والإباحية
نتيجة اتصال الرجل بأكثر من امرأة بطريقة غير مشروعة، مما نتج عنه التشرد والتفكك والأمراض الجنسية المستعصية. ولذلك نشأ عندهم ودعوا إلى الأخذ بنظام التعدد المشروع عند المسلمين. هذا علاج لهذه الأمور التي قالوا بتحريمها في بدايتهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.